بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أعزائي الطلبة، السلام عليكم. نواصل مع النسب المثلثية في مثلث قائم. هذا المرة في الفيديو هذا راح نشوفه العلاقة بين النسب المثلثية، أي لا ريلا أو بيان لي غولاسيون تريغونوميتريك. عندنا التعريف التالي: في مثلث قائم، في مثلث قائم مهما يكون العدد x قيس زاوية حادة، فإن عندنا تانجنت x، فإن تانجنت x تساوي سينوس x، سينوس x على كوسينوس x، على كوسينوس x. وعندنا كذلك سينوس كاري x، سينوس كاري x زائد كوسينوس كاري x يساوي ماذا؟ يساوي 1. نأخذ مثال موجود في الكتاب المدرسي. مثلا عندنا سينوس 30 درجة يساوي النصف، وعندنا كذلك كوسينوس 30 درجة يساوي جذر 3/2. إذن هنا عندنا طنجنت، لو جينا وكتبنا طنجنت 30 درجة اللي هي الإكس 30 درجة، أي ماذا تساوي؟ تساوي، لاحظ، تساوي سينوس إكس على كوسينوس إكس اللي هي 30 درجة، أي تساوي 1/2 على جذر 3/2. هنا واش تصبح تساوي؟ أي ومنه طنجنت 30 درجة تساوي، أي الكسر اللي بالفوق ينضرب في مقلوب الكسر التحتاني، أي لأن لاحظ كي تكون عندنا كسر من نوع هذا أ على بي على سي على دي يساوي أ على بي في دي على سي، أي نضرب في مقلوب الكسر، ومنه يساوي النصف مضروب في 2/3. الاثنان تروح مع الاثنان، أي يصبح يساوي ماذا؟ يساوي 1/3. ما نخلوش هكا، نديرو إذا درنا تنطيق المقام نضربه في جذر 3، وهذه في جذر 3، تصبح عندنا 1/3 تعطينا جذر 3، جذر 3 في جذر 3 تعطينا 3، لأنه جذر 3 مربع، أصبح عندنا هكا جذر 3 مربع الداخل تعطينا جذر، تعطينا 3. إذا هذه هي النتيجة، طنجنت 30 درجة تساوي جذر 3 على ماذا؟ على 3. ولو مثلا جبنا الخاصية الثانية، القاعدة الثانية اللي تقول لنا ماذا؟ سينوس كاري إكس زائد كوسينوس كاري إكس تساوي ماذا؟ أي تساوي سينوس كاري إكس وشنو هو؟ هو 1/2 مربع زائد جذر 3/2 الكل مربع، أي ماذا تساوي؟ تساوي 1 مربع، يساوي 1 2 مربع 4، زائد جذر 3 مربع يخرج يولي 3 2 مربع 4. مادام عندهم نفس المقام، إذن 1 زائد 3 4 على 4 يساوي ماذا؟ 1. أي من هذه تحققنا، ها هي النتيجة 1، أي كوسينوس مربع إكس زائد كوسينوس كاري إكس يساوي ماذا؟ 1. ندو مثال آخر. مثلا عندنا ABC، عندنا ABC مثلث قائم في A، مثلث قائم في A، في A، وعندنا إكس هو قيس إحدى زاويتيه الحادتين، إكس هو قيس إحدى زاويتيه
حادتين. إذن ومنهم نعرف هنا باللي عندنا تانجنت إكس، عندنا تانجنت إكس تساوي ماذا؟ تساوي سينوس إكس على ماذا؟ على كوسينوس إكس، عفوا كوسينوس إكس صح. ها هو المثلث قائم في أ، لأن المثلث راه قائم في أ. هنا نضع ماذا؟ نضع إكس يساوي الزاوية بي، إكس يساوي ماذا؟ الزاوية بي. واش راح يكون عندنا؟ راح يكون عندنا سينوس إكس على كوسينوس إكس. كما نعرفوا هنايا سينوس إكس، سينوس انتبه معايا مليح، سينوس إكس على كوسينوس إكس. سينوس واش قلنا في الدروس اللي جات؟ قلنا يساوي المقابل على الوتر. المقابل هنا الزاوية هي ب، المقابل تاعها هو أسي على بي سي اللي هو الوتر. أ سي على ماذا؟ على بي سي هكذا. كوسينوس واش يساوي؟ يساوي المجاور على الوتر، أي يساوي أ بي اللي هو المجاور للزاوية بي على الوتر اللي هو بي سي، أي يساوي ماذا؟ أ بي، أ بي على ماذا؟ على بي، عفوا بي سي. يساوي أي الكسر هذا مضروب في مقلوب الكسر هذا، أي يساوي أ سي على بي سي، على بي سي عفوا مضروب في أ سي على بي سي، مضروب في بي سي على أ بي، أي مقلوب الكسر هذا. بي سي تروح مع بي سي، واش يصبح عندنا؟ تساوي ماذا؟ أي تصبح تساوي أ سي على أ بي. كما نعرفو كما قرينا أن طونجونت إكس واش تساوي؟ تساوي المقابل على المجاور، لا طونجونت تاع الزاوية، أي طونجونت بي لهنا تساوي المقابل على المجاور. المقابل شكون هو؟ هو أ سي على المجاور أ بي. أ سي على ماذا؟ على أ بي هكذا، عفوا على أ بي. إذن خرجنا في نفس النتيجة، لاحظ خرجنا في نفس النتيجة، يعني نطبق كلمة المقابل على المجاور ولا نطبق سينوس إكس على كوسينوس إكس، خرجنا في ماذا؟ في نفس النتيجة. إذن الخاصية هذه تحققنا من، وبالتالي تانجنت إكس يساوي سينوس إكس على كوسينوس إكس، تحققنا من الخاصية هذه. نأتي الآن إلى الخاصية الثانية اللي هي سينوس كاري إكس زائد كوسينوس كاري إكس واش تساوي لهنا؟ السينوس قلنا المقابل على الوتر، والكوسينوس المجاور على الوتر اللي هو أسي على بي سي مربع زائد أبي على بي سي مربع، تصبح تساوي عندنا أسي مربع زائد أبي مربع على بي سي مربع، لأنه يصبح بي سي مربع مقام مشترك بيناتهم. كي نحي الأقواس تولي أسي مربع على بي سي مربع زائد أبي مربع على بي سي مربع، إذن بي سي مربع هو مقام مشترك بيناتهم. وحسب نظرية فيثاغورس عندنا أبي مربع تساوي ماذا؟ عندنا حسب نظرية فيثاغورس عندنا أبي، لاحظ معايا أبي تولينا بي سي مربع يساوي أبي مربع زائد أسي مربع. وهنا واش عندنا هنا؟ لاحظ واش عندنا هنا، هذه واش تعني؟ أسي مربع زائد أبي مربع واش هي؟ هي بحد ذاتها بي سي مربع، أي بي سي مربع. إذا واش تولي تساوي لنا هنا؟ تولي لنا تساوي بي سي مربع، أي هذا القيمة هي بي سي مربع. ها هي وين راح؟ هذه هي، ها هي، هاو بي سي مربع جي لهنا، ها هي قيمة هنا عوضنا بي سي مربع. بي سي مربع على ماذا؟ على المقام اللي هو بي سي مربع نفس العدد على نفس، يعني واش صح؟ واحد. وبالتالي اذا كوسينوس او سينوس مربع اكس زائد كوسينوس مربع اكس تساوي الواحد. ناتي الان ونضع اكس
تساوي مثلا سي، تساوي الزاوية سي. السي نعطيلها مثلا 30 درجة، هذه السي نطولها 30 درجة. إذن واش راح يكون عندي لهنا؟ هنا دائما مثلث ABC قائم في A، عندنا كوسينوس أو سينوس، لاحظ سينوس مربع، عفوا نجي نكتب نتحقق من الخاصية. يلا هنا عندنا سينوس، لاحظ سينوس مربع سي، مربع هذه سي، زائد كوسينوس مربع سي اللي هي الزاوية هذه تساوي 30 درجة، أي يساوي 1. إذن واش تولي عندي؟ تولي عندي سينوس مربع 30 درجة زائد كوسينوس مربع 30 درجة يساوي ماذا؟ يساوي 1. ومنه سينوس مربع 30، أي سينوس 30 درجة، واش هو سينوس 30 درجة؟ نجي نحسب كوسينوس، وراه الكوسينوس عفوا سينوس 30 شحال يعطينا؟ يعطينا 0.5. سينوس 30 هو 0.5، ونجي نحسب كوسينوس 30. كوسينوس 30 درجة شحال تعطينا؟ 0.866. نديروها ندوروا العدد هنا 6، هذا ندوروا العدد لهنا يولي 0.87، 0.87. إذن تولي عندنا هكذا 0.5 مربع زائد 0.87 مربع يساوي ماذا؟ يساوي تقريب 1، يساوي بالتقريب 1. جيب الحاسبة ونتحقق ماشي هذا إذا كان صحيح ولا لا. لا عندنا نفتح قوس وبعد ندير 0.5، نغلق القوس أس 2 زائد، بعد نفتح قوس 0.87، نغلق القوس أس 2 تساوي، لاحظ صمناها 1.0069، يعني تقريب 1، يعني قيمة قريبة من الواحد. هنا تحققنا باللي من الخاصية تاعنا بالحساب. لو جيت مثلا وطبقت نفس الخاصية للزاوية بي، هذه الزاوية بي، لاحظ مادام هذه 90 درجة وهذه 30 درجة، دونك هنا اوتوماتيكمون راح تكون شحال؟ 60 درجة، لأن مجموع تاعهم شحال راح يكون؟ 180 درجة، مجموع الزاوية تاع المثلث هو 180. قيس هنا واش تحققنا؟ انه قيس الزاوية، الزاوية بي هو ماذا؟ هو 60 درجة. يعني كون نطبقوا نفس العلاقة نصيبوا سينوس مربع 60 درجة زائد كوسينوس مربع 60 درجة، نصيبوه يساوي بالتقريب 1، يساوي ماذا؟ 1. إبا باش تكون في الصورة أن سينوس 60 درجة يساوي كوسينوس 30 درجة، وكوسينوس 60 درجة يساوي سينوس 30 درجة. إذن هنا تولي عندنا 0.87 مربع زائد ماذا؟ زائد 0.5 مربع، إذا نصيبها بالتقريب كما الأخرى 1. ها هي باش تتحقق عندنا، قلنا سينوس 60 درجة، لاحظ شحال تساوي؟ 0.87. إذا سينوس 60 تساوي كوسينوس 30 درجة. ونجو نتحقق من كوسينوس، ورا كوسينوس 60 درجة واش تساوي؟ 0.5. إذن الكوسينوس 60 درجة تساوي سينوس 30 درجة.
نواصل مع التمرين هذا. قالوا لنا احسب القيمة المضبوطة لجيب زاوية قيسها إكس علما أن كوسينوس إكس يساوي 0.6. نعرفوا احنا باللي سينوس مربع إكس زائد كوسينوس مربع إكس يساوي ماذا؟ يساوي 1. إذن هنا واش تولي عندنا؟ تولي عندنا سينوس مربع إكس زائد، هنا نعرفوا كوسينوس إكس شحال يساوي؟ 0.6. إذن 0.6 مربع يساوي ماذا؟ يساوي 1. ومنه أي هنا تولي عندنا سينوس مربع إكس زائد 0.6 مربع هي 0.36 يساوي ماذا؟ 1. إذن السينوس مربع إكس يساوي ماذا؟ يساوي 1 ناقص 0.36. هذا 0.36 يروح من الجهة اللي منه، ومنه يساوي 0.64. 0.36 نقصها من 0.64 نصيبو نقصها من 1 عفوا نصيبو 0.64. ومادام سينوس مربع إكس يساوي هذا العدد، إذن سينوس إكس يساوي ماذا؟ جذر 0.64. لماذا؟ لأن سينوس إكس موجب. إذن سينوس إكس واش تساوي؟ تساوي 0.8. 0.8 أي جذر 0.64 هو 0.8. إذن هنا تساوي 0.8. 0.8 عفوا. وهذا هو المطلوب منا، هو جيب، ها هو جيب اللي هو السينوس. ها نصبناه، ها هي النتيجة. نكتفي بهذا القدر أعزائي الطلبة، إلى أن نلتقي بكم في حل إن شاء الله تمارين في هذا الموضوع فيديو آخر. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.